البحرين في أرقام الاقتصادي، والذي تبثه صحيفة البلاد ظهيرة كل يوم أحد تمام الساعة 1:30. اليوم نحن سعيدين معاكم بالشراكة الجديدة الذي أبرمت مؤخرا ما بين صحيفة البلاد وما بين بورصة البحرين، بحيث أن يكون إعداد البرنامج وبثه عبر قاعة التداول الرئيسية في بورصة البحرين في المرفأ المالي. فشكرا لبورصة البحرين وشكرا للقائمين عليها. اليوم طبعا البرنامج في حلته الجديدة سوف نتحدث عن أمور متنوعة، نبدأ بها فقرة الأخبار في أسبوع، والتي سنشير من خلالها إلى أهم الأخبار التي الاقتصادية التي كانت الأسبوع الماضي، ثم فقرة أداء الشهري للبورصة، نتلوها بعد ذلك بفقرة أسعار العقار والذهب، وأخيرا الفقرة الرئيسية قضية الساعة، وستكون عن خطة التعافي الاقتصادية لمملكة البحرين بضيافة النائب المحترم الأخ أحمد العامر، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب البحريني. طبعا في فقرة الأخبار في أسبوع هناك عناوين متعددة تهم الشارع الاقتصادي في البحرين، نختزلها لكم بسطور قليلة. أولها الإعلان عن تفاصيل الاستراتيجية السياحية الجديدة لمملكة البحرين، إطلاق النافذة الإلكترونية الخليجية المتكاملة، وضع حجر الأساس لمشروع تطوير ساحل خليج البحرين ب 170 ألف متر، مصرف البحرين المركزي يلغي ترخيص بنك الجملة للطاقة الأول، غالبية الشركات المساهمة العامة تعلن عن نتائج مالية وتشغيلية إيجابية للربع الثالث من العام الجاري، وأخيرا وليس آخرا محافظ مصرف البحرين المركزي السيد رشيد المعراج يكشف عن تطوير البنية التحتية لإصدار عملة رقمية بحرينية قريبا. طبعا في الفقرة الثانية، فقرة البورصة والحديث عن الأداء الشهري للشركات، سجل أداء مؤشر البحرين العام مكاسب للشهر السابع على التوالي في أكتوبر 2021، وارتفع المؤشر بنسبة 2.2% خلال الشهر مغلقا عند مستوى 1743 نقطة. ومن حيث الأداء منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه، ارتفع المؤشر بنسبة 17% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، ليحتل بذلك المركز الرابع في قائمة أعلى المؤشرات الخليجية، وهو أمر لافت. وعلى صعيد المؤشرات القطاعية، سجلت 5 من أصل 7 قطاعات في بورصة البحرين مكاسب شهرية، مما ساهم في تعزيز الأداء العام للمؤشر الرئيسي. وجاء مؤشر قطاع المواد الأساسية في الصدارة بارتفاع بنسبة 5.1% في أكتوبر 2021، تبعه كل من مؤشري القطاع المالي والقطاع العقاري بمكاسب شهرية بنسبة 2.3% و1.2% على التوالي. أما على صعيد القطاعات المتراجعة، اقتصر التراجع على القطاعين الصناعي والاستهلاكي فقط هذا الشهر. وللمزيد من الحديث عن هذا الموضوع، يسرنا استضافة مدير عمليات تداول ببورصة البحرين الأخ عبد الله جناحي. مساك الله بالخير أخي عبد الله، حياك الله معنا، سعيدين بلقائك، الله يحفظك. أخي عبد الله، بداية، كيف تقرأ أداء بورصة البحرين في شهر أكتوبر وتحقيقها الترتيب الرابع خليجيا؟ مع نفس ما فقط خلال هذا الشهر في الأشهر السابقة في بداية أزمة كورونا، أسعار السوق بسبب التخوف من هذه الجائحة اللي أصابت العالم، ولكن بداية من شهر يوليو 2020 رجع النشاط طفيف على البورصة، ومع إعلان نتائج الشركات في كل ربع عن نتائجهم، والنتائج كانت إيجابية، رجع الثقة للمستثمرين في سوق البحرين. طبعا نفس ما تفضلت، من 7 شهور الان نتائج الشركات ساهمت كثير في ثقه المستثمر في اسهم البورصه، ورجع النشاط بشكل جيد خلال شهر اكتوبر مقارنه بشهر
سبتمبر الارتفاع في مؤشر البحرين العام كان واضح تقريبا 2.2%، مع تراجع طفيف في المؤشرات العامة القيمة السوقية قيمة المتداولات والكميات المتداولة، ولكن كقيمة سوقية للسوق ارتفع. وأتوقع أيضا أن مع إعلان النتائج الربع الثالث أغلب الشركات أعلنت، ولكن في بعض الشركات ما زالت، نتوقع أيضا في ارتفاع متواصل خلال الفترة القادمة. أبو عبد الله، تصدر شركة ألبا للتداولات لأكثر من أسبوعين مع تحقيقها لأرباح قياسية تاريخية وعودتها إلى الربحية من جديد. كيف تقرأ هذا التحول الجديد؟ الارتفاع اللي أعلنوا خاصة في خلال 9 شهور الأولى من سنة 2021 مقارنة بالسنة الماضية كانوا حقيقتين خسائر. الأرباح في 2021 قربت 1300% تقريبا، هذه كانت أهدافها قوية السهم، بالإضافة إلى تعامل الشركة نفسها في أسهم الخزينة ومساعد السعر على التعافي زيادة النشاط، فهذه يعطينا مؤشر جيد أن الفترة القادمة إن شاء الله يعني السهم بيكون في مواصلة على الارتفاع الملحوظ في الأمر. أخي عبد الله، وفق يعني التحسن الملحوظ اليوم في أداء الشركات، طبعا هذا يشجع المستثمرين على شراء أسهم الشركات التي تحقق نتائج ربحية جيدة. نعم. هل تتوقع أن في ظل التحسن العام اليوم بعد انقضاء جائحة كورونا دخول المزيد من الشركات الكبرى إلى البورصة؟ والله أخي إبراهيم أتمنى هذا الشيء يعني، وهذه نفس ما قلت لك النتائج الإيجابية اللي طلعوا بها الشركات والمدرجة كانت مثل ما نقول يعني أفضل من المتوقع، خاصة بعد الجائحة كان في تخوف، ولكن النتائج الإيجابية في كل ربع ساعد السوق على التعافي، وهذه نتمنى أن الشركات الكبيرة ترجع إلى السوق ويعني مثل ما نشوف احنا خلال 7 شهور الأسعار الشركات في ارتفاع بشكل عام يعني مع بعض الاستثناءات في بعض الشركات، ولكن الارتفاع الملحوظ هذه مو بصدفة صارت خلال الفترة هذه، ولكن بحكم النتائج وبحكم ثقة المستثمرين في الشركات. الأخ عبد الله جناحي، مدير إدارة عمليات التداول بورصة البحرين، شكرا لك. شكرا. 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 في انتقال الآن إلى الفقرة الثالثة من برنامج البحرين الأرقام في حلة الجديدة، وفي حديث عن أسعار العقار والذهب، تراوحت أسعار الأراضي المخصصة للوحدات السكنية المنفصلة والمتصلة في المحافظة الشمالية ما بين 24 إلى 28 دينار للقدم، والتي تشمل مناطق صار والبديع وكرانة وجد حفص ومقابة وأبو، وعلى صعيد أراضي السكن للفلل السكنية المنفصلة بلغ سعر القدم في مدينة عيسى 28 دينار، وفي مدينة حمد 25 دينار، وفي الرفاع 25 دينار، وفي سترة 24 دينار، وفي كل من سار وعالي 27 دينار، وفي الهملة 21 دينار للقدم، وفي ديار المحرق 39 دينار. في حين بلغ سعر الأراضي للسكن المتصل من فيلل وشقق سكنية 28 دينار في مدينة حمد، و25 دينار في المالكية، و26 دينار في بربار، وللأراضي الاستثمارية بلغ سعر القدم للعمارات 4 طوابق في الجفير 45 دينار، وفي الحد 30 دينار، وفي جبلة حبشي 24 دينار. أما عن أسعار الذهب فقد بلغ سعر جرام الذهب العيار 24 22.46 فلس، عيار 22 20.750 فلس، عيار 21 19.18 فلس، وأخيرا عيار 18 16.980 فلس. اسمحوا لي الآن المتابعين الكرام متابعة صحيفة البلاد أن ننتقل إلى الفقرة الرابعة والأخيرة في حلقة اليوم، فقرة حديث الساعة، وسوف نتحدث خلالها عن خطة التعافي الاقتصادية التي أعلنت عنها حكومة مملكة البحرين مؤخرا. طبعا
حكومة البحرين مشكورة تسعى خلال جهودها عبر أجهزتها المختلفة المتنوعة أن تنتقل بالبحرين إلى مرحلة جديدة من مرحلة التعافي الاقتصادي بعد الأضرار التي تسببت بها جائحة كورونا، وهي أضرار طبعاً لم تكن محصورة فقط على مملكة البحرين، وإنما نستطيع أن نقول بأنها أضرار كانت أضرار إقليمية وعالمية أيضاً. طبعاً ضيفنا اليوم في برنامجكم برنامج البحرين في أرقام هو سعادة النائب أحمد العامر، عضو مجلس النواب البحريني وعضو اللجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس. مساك الله بالخير أخوي أحمد، وحياك الله اليوم معنا ومشكور على حضورك ومشاركتك لنا. مساكم بخير، وإحنا سعداء نشارك معاكم في هذا البرنامج، كل شكر وتقدير الإخوان في بوصلة البحرين وجريدة البلاد. الله يحييك أخوي أحمد. طبعاً أخوي أحمد، الخطة اللي أعلنت عنها حكومة البحرين، خطة التعافي الاقتصادي، تستهدف تحقيق 5 أهداف كما أعلن عنها مسبقاً، من ضمنها خلق فرص واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، توظيف 20,000 بحريني، تدريب 10,000 حتى عام 2024، أيضاً هناك تسيير الإجراءات التجارية وزيارة فعاليتها لاستقطاب الاستثمارات بما يفوق 2.5 مليار حتى العام 2024، إطلاق مشاريع استراتيجية تفوق قيمتها 30 مليار دولار، تنمية القطاعات الواعدة بما يسهم في نمو الناتج المحلي بنسبة 5% حتى في العام 2022، وأخيرا تعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال هدف تحقيق التوازن المالي. أولا أخي أحمد، نريد منك قراءة لخطة التعافي الحكومية، كيف تقرأها أخي أحمد؟ مشكور على هذا السؤال الممتاز، وأعتقد أنه في وقته، بس للأمانة أنت شرحت تقريبا المبادرة كلها، وطبعا لا شك أنه بتكون هناك في أمور إيجابية من وراء هذه المبادرة، بس لازم نرجع احنا في الأساس. طبعا من أول ما صارت الأزمة وقبل الأزمة، من أول ما بدأ مجلس النواب، هناك في خطة طموحة من مملكة البحرين حق التوازن المالي، فقررناها كانت في برنامج عمل الحكومة ومن ثم الميزانيتين، لكن للأسف كانت هناك الجائحة وأثرت علينا بشكل كبير، لكن أثبتت مملكة البحرين بقيادتها بحكومتها وبشعبها وأيضا مجلس النواب أنهم كلهم على قد الثقة، وكان امتحان ولله الحمد نجحنا فيه. فكان هناك بداية كان فيه 8 مبادرات من سيدي جلالة الملك المعروفة، ومن بعدها كانت هناك أكثر من 30 مبادرة، من ضمنها المبادرة الأخيرة اللي فيها أولويات الخمس. لا شك أن مملكة البحرين تملك الكثير من القوة، وأنا أعتقد صبت كل قواها الآن وتركيز على كيف نستفيد إحنا من السترينث والقوة اللي إحنا نستفيد منهم وممكن ننميها في المستقبل. يعني مثلاً القطاع السياحي، يعني مقارنة مع دول حتى في الإقليم عندنا القطاع السياحي جداً واعد، عندنا إحنا تقريباً 12 مليون سائح في مملكة البحرين، ومع استحداث وتطوير مطار البحرين لا شك أنها بتكون بإذن الله بتكون في زيادة، فهناك في أمور ممكن تخدمنا في أكثر من مجال. طبعاً من الأولويات اللي أنت ذكرتها خلق فرص، يكون عندنا خلق فرص بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلي عن طريق القطاع السياحي، فما بالك في القطاعات الثانية الواعدة اللي هي منها من أكبر مصادر دخل البحرين اللي هي القطاع النفطي. هناك عمل كبير والكل يعرف فيه، هناك شركات قاعد تبحث عن مصادر جديدة حق النفط، فهناك فيه تعزيز ايضا في تطوير في هذا القطاع تحديدا، بالاضافه للقطاعات الواعده ان كانت المصرفيه اللوجستيه والتحفيزيه حق الشركات الاخرى مسانده حق الناتج المحلي الاجمالي. يا احمد، شو الارضيه اللي تشوفها اليوم اللي تمتلكها البحرين اللي تساعدها على العبور للمستقبل اقتصاديا، تخطي مرحله الاضرار اللي اوجدتها جائحه كورونا بالاضافه للتحديات التي سبقت ذلك؟ لا شك اول شيء ان التحديات مملكه البحرين كثيره، ومن أهمها يمكن خلال الفترة اللي راحت الجائحة، لله الحمد كان امتحان وامتحان نجحنا فيه، لكن هناك تحديات عندك على المستوى المالي، هناك تحديات الائتماني ممكن يتأثر، لكن بإذن الله مع الخطة الجديدة ومع الرؤية الموجودة إن كانت في جائحة الملك بالإضافة غيرت الحكومة وبدعم من مجلس النواب والتعاون الكامل وتضافر الجهود بين كل الأطراف، إن شاء الله بنعدي هذه المرحلة، بالإضافة لعندك العملة، هذا احد من التحديات. والتحدي الاكبر هو التراكم اللي صار عندنا من ناحيه العجز، فخطه التوازن المالي لو هنا تاخرت، كانت الخطه المفروض كانت تكون من 2019 الى 2022 يكون عندنا توازن مالي،
مع الجائحة تأخرت سنتين، لكن التأخير بيكون إيجابي يعني للأمانة. البحرين مع الجائحة أقوى. كيف؟ حولنا احنا العيوب الموجودة أو الويكنسس الموجود إلى سترينغث ممكن احنا نبني عليه وفرص. فهذه الميزة في مملكة البحرين، عندنا قيادة واعية، عندنا رئاسة حكومة ريادة فقر البحرين من سمو ولي العهد للأمانة، عنده بعد نظر كبير ومنجز، وعنده خطوات استباقية، لذلك الأمور الاقتصادية والأمور المالية والأمور الصحية أيضا كانت من أولويات، وفعلا نجحنا. فكانت الأولويات من المبادرة الأولية والثانية كانت حماية المجتمع من الآثار الصحية، حماية المجتمع من الآثار الاقتصادية، والآن مع المبادرة الأخيرة بتكون مجمعة من الاثنين، استقرار مالي وحماية المجتمع من كل آثار. أخوي أحمد، يعني أعيد سؤالي لك مرة أخرى، الأرضية اللي اليوم البحرين تمتلكها عشان تعبر للمستقبل، شنو المزايا اليوم اللي احنا عندنا في البحرين أخوي أحمد اللي ممكن تساعد البحرين أنها تحقق قصص نجاح في خطة التعافي الاقتصادية التي طرحتها الحكومة المقامية؟ الأرضية للأمانة موجودة، كبنية تحتية موجودة، وعندك أنت الكادر الوطني هم موجود، مع الخطة الجديدة أنه في تدريب عندنا 10,000 شخص في السنة بالإضافة لتوظيف 20,000، فعندنا البنية التحتية من كل مجالات، في عندنا رؤية موجودة من الحكومة، في تضافر الجهود، في خطة استراتيجية بين القطاع العام والقطاع الخاص في ناحية تضافر الجهود وفي إنتاجية في المستقبل، في الرؤية أيضا من ناحية الأولويات الموجودة في تسهيل الإجراءات، فهناك رغبة من الجميع في تطوير مملكة البحرين في نهضة جديدة بإذن الله. كيف تقرأ تعاون مجلس النواب بالمقبل مع خطة التعافي الاقتصادية؟ وشنو أخي أحمد التوصيات اللي أنتم ممكن تضفوها على خطة التعافي الاقتصادية؟ يمكن أنا من الأشخاص اللي كنت مشاركين في الاجتماعات كوني نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، فاجتمعنا مع الحكومة قبل إعلان المبادرة، وشاركنا أيضا في المؤتمر اللي أقيم في مجلس الوزراء. المشاركة كانت للأمانة تحديد تاريخ البدء والنهاية، وهناك يكون عندنا مقاييس KPI حق البرنامج الموجود كأولويات الخمس الموجودة بالنظافة للمشاريع. فهذا سؤال مطروح، وتم تحديد هناك تواريخ إن كانت من ناحية المشاريع، من ناحية المبادرات اللي بتصير، إن كانت خلق فرص عمل ل 2023 يكون 20,000 في السنة بيكون هناك متوظفين من البحرينيين وفي تدريبهم. فكانت يعني الهم الأكبر في التنفيذ والآليات القياس اللي مصوبنا على أساس نحن نراقب أداء الحكومة، وللأمانة يعني كانت في كثير من الأمور غير النقاش، وهذا يعكس تعاون الحكومة مع مجلس النواب في تعديل بعض الأمور في بعض المسارات. أخوي أحمد، إذا شرعنا في تطبيق خطة التعافي الاقتصادي برأيك أين هو حجر الزاوية في هذا المشروع الطموح اللي قدمته الحكومة؟ من أين يجب أن نبدأ؟ البداية الآن من كل الجهات. البحرين تملك البنية التحتية الخصبة لأي استثمار ولأي انطلاقة، إن كانت في المجال السياحي وبأنواعه، إن كان تعليمي وصحي وسياحي عائلي إلى آخره، بالإضافة إلى القطاع النفطي أيضا هناك في انطلاقة ممكن نبتدي فيها بأي وقت، بالإضافة إلى القطاع الصناعي، القطاع الاتصالات والاقتصاد بشكل عام، بالإضافة إلى القطاع اللوجستي، القطاع المالي. فهناك عندنا بنية تحتية في كل المجالات، فإحنا نحتاج كنا الرغبة والانطلاقة. فهناك وجدت، متى ما وجدت هذه الرغبة فهناك بإذن الله بيكون هناك فعالية وناتج طيب بينعكس على المواطنين بشكل عام في المستقبل. فأنت يا أخي أحمد متفائل من خطة التعافي الاقتصادية؟ لا شك أنه متفائل، وبإذن الله نشوف نتائجها وينعكس على الشعب البحرين. سؤال أخير طال عمرك يتعلق بالحديث عن موضوع المشاريع الاستراتيجية التي تعتزم مملكة البحرين القيام بها خلال سنتين أو ثلاث سنوات القادمة. هل عندكم تصور طال عمرك عن طبيعة هذه المشاريع؟ المشاريع اللي أعلن عنها طبعاً في بعض المشاريع اوريدي انفتحت من قبل يومين، منها بلاد الجزائر، الشارع الشمالي، لا شك أن عملية خلق البنية التحتية والتواصل والمواصلات أيضاً هذه محفزة للمشاريع المستقبلية في المستقبل، منها الشارع الشمالي اللي بيربط من الجسر إلى المنطقة الشمالية، عندنا المشاريع المنطقة مشتركة بينه مع أمريكا بيكون هناك منطقة تجارية
حرة بيننا وبينهم بالإضافة إلى منطقة صناعية حق الصناعة التحويلية، فهذه كلها الأمور بتكون هناك محفزات كبيرة حق الاقتصاد بشكل عام. أخوي أحمد شكرا جزيلا على حضورك الكريم. أخوانا وأعزائنا المتابعين صحيفة البلاد، اليوم احنا كنا سعيدين بالحديث معكم بلقائكم عبر منصة برنامج البحرين في أرقام الاقتصادي في حلته الجديدة. طبعا البرنامج البحرين في أرقام يعني هو رافد من روافد صحيفة البلاد التي تهتم من خلال برامجها الجديدة التي تبث عبر المنصات الرقمية بأن تقدم المعلومة الاقتصادية النافعة اليوم للشارع البحريني. نشكركم على مشاركتكم معنا ونشكركم على متابعتكم وتقديركم، ونراكم على خير إن شاء الله مثل هذا الوقت الأسبوع القادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.